أصدقاء ديالي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عدنا إليكم من جديد وبفيديو جديد. أصدقاء ديالي جبت لكم التحركات ديال سفيان أمرابط اللي كيواصل التألق مع الفريق ديالو فيرونا والآخر عام عنده مع فيرونا حيث غادي ينتقل لفيورنتينا إن شاء الله. اليوم سفيان أمرابط لعبوا المباراة أمام نابولي العنيد، كانوا منهز من بهدف دون رد. سفيان أمرابط خرج في الدقيقة 86 وزادوهم الهدف الثاني. على العموم سفيان أمرابط قدم مباراة كبيرة اليوم والتحركات غادي نشوفوا سفيان وقولوا لي واش خاصو شي فريق عتا وحسن الثمن فيورنتينا او لا. حيت هذا هو الرأي ديالي اللي نقول لكم، هو راه قدم مباراة كبيرة ورائعة جدا غادي يعجبكم الحال ان شاء الله. غادي نخليكم مع الفيديو، ما تبخلوش علينا بلايك وتعطيونا الآراء ديالكم من خلال التعليقات. خليكم مع الفيديو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالتحركات ديال سفيان أمرابط وموعدنا في التحركات ديال هادي تعرابت من هنا واحد الساعه ان شاء الله حيتاش عندي شويه الرطار. يلا الاصدقاء ديالي ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا فراسكم بزاف وكنتمنى نشوفكم ان شاء الله في شي فيديو احسن من هذا. ما تبخلوش علينا بلايك كيف ديما. شكرا جزيلا على التفاعل ديالكم، تهلاو ليا فراسكم بزاف. السلام عليكم.